بارك شوفوا تبارك الله، يعني 4.5 متر داير ليهم غير 60 درهم. يعني هاد الملاحف كاملين، اللي بغات شي حاجه تعمل ليها سكرين كيدير توصيل جميع المدن. بالنسبه لداخل الدار البيضاء ياك، بالنسبه لهذا البنات كيف ما كتشوفوا، هذا ديال التصميم الموضوعي، يعني البلاصه اللي بغيتو نتوما، يعني اللي غبغيتو تركزوا عليها نتوما البنات، بحال مثلا العنبر، يعني حتى هو كيليق للمناطق الانثويه. بالنسبه لهذا كيبقى هذا تبارك الله، هذا الباك زوين اللي قلت لكم، زائد العلك الصحراوي تبارك الله، راه كيفيد بزاف ديال الثروه هذه، كتليق الحساسيه المفاصل والبواسير هكاك، يعني كتليق لهذا الشيء كامل. ها هي البنات، يعني الذروه ديال الجميل، وانا تنشوف تيستعملوها حتى في وصفات الجميل، وصفات ديال الجميل حتى هما كيستعملوها. بالنسبه لهذه شحال الشاي النقي ما شاء الله، اللهم بارك، شوفوا لي تبارك الله، هنا الشاي كيداير، هنا الشاي شعره، هذا هو اللي كنسمي انا اتاي ديال بصح، واتاي اللي كتشربي اتاي وكتعرفي راسك اشنو شربتي. شوفوا لي تبارك الله، لان هذا الباك هذا زويون بزاف. بالنسبه للبنات هذا الباك كامل، ها انتم البنات هذا الباك كامل غادي يبقى لكم بمناسبه الافتتاح غير 99 درهم، باش غادي يبقى لك لالا هذا الباك تبارك الله البنات اللي بغيتو تهلاو، 30 درهم باش كيبقى لكم لالا من طنجة حتى لكويرة، ياك من طنجة حتى لكويرة غيبقى لك اختي غير ب 35. في هذه كتليق الناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن ديالهم، يعني كتخلطيها مع السفوف وهكا كتاكليها. هذه راه غير الضران البنات. اهلا وسهلا متتبعي لبنى بيوتي ادواق، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو ديال اليوم باحسن الاحوال، نهار جديد ومحل جديد ومحل ديال اليوم. يلا تحل يا لالا، عندنا في كازا كنقول لكم مرحبا بكم عند متجر الصحراوي اللي تبارك الله غني عن التعريف، اللي عنده عده فروع، كاين في مراكش، كاين في العيون، كاين في الصحراء، والحمد لله راه تحل عندنا اليوم في كازا. نبداو اول حاجه بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علي افضل الصلاه والسلام، باش نديو الاجر كامل ان شاء الله، وربي يباركنا في رزقنا وفي صحتنا وفي وليداتنا باذن الله. كيف ما قلت لكم متجر ديال الصحراوي دايرين اليوم واحد لي برومو اللي هي زوينه، كاين توصيل لجميع المدن. هنا خواتاتي بغيتكم تركزوا لي على هذا الفيديو هذا، لان فعلا كاين واحد لي برومو اللي هي زوينه. هنايا البنات بالنسبه للملاحف، بالنسبه للشاي، بالنسبه للعطور، مواد الجميل، الناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم، الناس اللي بغاو ينتعجوا، يعني دير لكم واحد العروض اللي هي زويونه. اي حاجه البنات كتخطر لكم على بالكم اللي كنجيبوها من الصحراء ولا من العيون، راه اليوم كاينه عندنا في متجر الصحراوي، يعني كتوفر عندنا هنايا في هذا المتجر هذا. خليت لكم الرقم ديال الهاتف ديالو، وكذلك حتى العنوان ديال المحل اللي غادي تلقاوه في اخر ديال لا فيديو. ما عليكم غير تواصلوا معاهم في الواتساب او تجي عندهم المحل. خليكم على فيديو من الاول حتى الاخر، وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها عند متجر الصحراوي، هو ما شاء الله هاد الملاحف اللي اللهم بارك دير ليهم واحد الاثمنه اللي هي زوينه بمناسبه الافتتاح. هادشي علاش اليوم متجر الصحراوي دير لكم واحد الثمن اللي هو زوين. بالنسبه لهاد الملحف هذا تبارك الله، شحال فيه مترو؟ في 4.5، هذا في متر ونص، 4.5 على متر ونص، ودير فيها واحد لي برومو اللي هي زويونه. ها انتم تبارك الله، واش هاد لي برومو دايرينها في هاد الملاحف كاملين ياك، ولا كل وحده وكتبقى الزواقه ديالها؟ كاين ملاحف ديال الصقلي، هادو ديال الصقلي هادو دايرين 90 درهم، هادو كيبقى الثمن ديالهم كيدير 90 درهم. راني تنعرف بان هاد الملاحف عندكم يعني ما تطيرش ليهم هذيك الزواقه ديالهم، يعني الملاحف كتبقى ليهم الزواقه. شوفوا لي تبارك الله، اللهم بارك. بالنسبه لهذا غادي يبقى لكم ب 90 درهم، وهذا كيف ما قلتي لي دايرين فيه واحد البرومو اللي هو زوين. بالنسبه لهذا شوفوا لي تبارك الله، هذا كامل 4 متر ونص تبارك الله، داير غير 60 درهم، اللهم بارك. شوفوا تبارك الله، يعني 4.5 متر داير ليهم غير 60 درهم. يعني هاد الملاحف كاملين، اللي بغات شي حاجه تعمل ليها سكرين كيدير توصيل لجميع المدن. بالنسبه لداخل الدار البيضاء كيبقى لكم التوصيل ب 20 درهم، خارج الدار البيضاء كيبقى لكم ب 35 درهم. بالنسبه لهاد الملاحف كاملين شحال غادي يبقاو لينا؟ 60 درهم هادو كاملين، اللهم بارك، ب 60 درهم. وهادو اللي فيهم
هاد السقل لي هذا غيبقى ليهم ب 90 درهم. شوفوا لي تبارك الله كيف ما قلت لكم، اللي بغات شي حاجه تعمل ليها سكرين، ولا من الاحسن بنات الدار البيضاء اجيو وشوفوا لي هكا بعينيكم باش تشوفوا وتختاروا انتما تبارك الله اللوينات اللي بغيتوا. راه هادشي كامل دايرنو بمناسبه الافتتاح، يعني في اماكن اخرى ما غتلقاوش ليا هاد الثمن هذا، يعني 60 درهم ملحفه ب 60 درهم وفيها 4 متر و 4 متر ونص تبارك الله، راه ما غاديش تلقاوها بهذا الثمن هذا. وبمناسبه الافتتاح ديال المتجر الصحراوي جاب لكم هذا الباك، هذا الباك الغزاله البنات. شوفوا لي ما شاء الله هذا الباك هذا، شوفوا لي تبارك الله شحال فيه. شوفوا 2 كيلو ديال الاتاي، هذا ديال 300 درهم، هذا ديال الشعره. كندوي لكم على الاتاي اللي هو نقي البنات. الا خديتوا هذا الباك هذا كيعطيكم معاه هاد العلك الصحراوي يعني غراتوي. الناس اللي غادي ياخذوا هاد الباك هذا اللي كيسوى 300 درهم وراه فيه 2 كيلو ديال اتاي زائد العلك الصحراوي كيبقى لكم 300 درهم. يعني تبارك الله هنا الناس كندوي لكم راه حنا معروفين تبارك الله، الصحراء معروفه بالجوده ديال الشاي وتبارك الله اللهم بارك. هذا المحل هذا غادي تشوفوا كاع اي حاجه مستلزمات لا ديال التجميل ولا لي بارفان ولا اي حاجه غادي تشوفوها، يعني تبارك الله كاينه في هذا المحل هذا. مهم البنات ركزوا لي على هذا الباك هذا تبارك الله، هذا الباك زوين اللي قلت لكم زائد العلك الصحراوي تبارك الله راه كيفيد بزاف ديال الامراض وبزاف هانتوما البنات. شوفوا حاولوا انكم تقراو باش تشوفوا العلك الصحراوي يعني لاش كيليق. بالنسبه لهذا الباك هذا غادي يبقى لكم 300 درهم. كاين عندنا عاوتاني هذا المقام الذهبي اللي تبارك الله اللهم بارك. عرفتي البنات النوعيه ديال هذا الشاي هذا غادي نوريها لكم، هذا الشاي الشعره الممتاز. وشوفوا لي الرقم ديالو باش تعرفوا يعني حتى الجوده ديالو. وهنا كيف ما كتشوفوا الجوده العاليه يعني رقم واحد. وهنا البنات هذا راه 500 غرام وتبارك الله الناس اللي كياخذوا الشاي ديالو راه غادي يعرفوه. وهنا البنات غادي بغيت نوريكم يعني هنايا باش تشوفوا يعني النوعيه ديال الشاي كيفاش دايره، يعني تشوفوا لي النقاوه ها نتوما انا غادي نخوي لكم باش تشوفوا. شوفوا لي تبارك الله يعني كنهضر لكم على الشاي ديال بصح الشاي النقي ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا لي تبارك الله هنا الشاي كي داير، هنا الشاي شعره هذا هو اللي كنسمي انا اتاي ديال بصح، واتاي اللي كتشربي اتاي وكتعرفي راسك اشنو شربتي. شوفوا لي تبارك الله اللهم بارك يعني هنايا كيفاش داير. هنا حلينا البواطا باش تنتوما تشوفوا يعني شنو كاين، يعني ديما لبنى كتعودكم المصداقيه والشفافيه في اي حاجه. كاين تبارك الله هذا شحال غادي يبقى ليهم؟ 120 درهم. هذا غادي يبقى ليهم 100، غادي يبقى لكم 120 درهم فيه 500 غرام. وكاين هذا حتى هو عالي المقام اللي حتى هو فيه 500 غرام وحتى هو شوفوا لي تبارك الله الشعره الممتازه علاش كنويو. هذا حتى هو شحال غادي يبقى ليهم؟ نفس الثمن ديالو. وندوزو تشوفوا لي جميع انواع ديال الشاي. تخيلوا البنات اي نوع ديال الشاي غادي تلقاو عند متجر الصحراوي، يعني ما غاديش تبقاي اختي تقلبي ليا غتجيني شان عند متجر الصحراوي. شوفوا لي تبارك الله اللهم بارك انواع ديال الشاي. شوفوا لي تبارك الله العجمان، شوفوا لي ام علي اللهم بارك. هانتوما البنات كنحاول انني نوريكم يعني جميع انواع ديال الشاي كيتواجد في متجر الصحراوي. هانتوما البنات تبارك الله يعني اي حاجه طاحت لك في البال ديال الشاي غادي تلقايها عند متجر الصحراوي. شوفوا لي تبارك الله جميع انواع ديال الشاي. وكاين هذا النيغرو، هذا نيغرو بالياسمين هانتوما غنحاول نوريه لكم عن قرب. هذا راه النيغرو بالياسمين كيعطي واحد المذاق يعني زويون ديال الياسمين. شوفوا لي تبارك الله السلامه، يعني تبارك الله كل شيء كاين. هانتوما انا كنحاول نوريكم يعني عن قرب باش نتوما تشوفوا تبارك الله. راه ما غاديش تحتاجوا انكم دي بلاصه وشي بلاصه اخرى ولا توصيو الناس هكا يجيبوا لكم الشاي من بلاصه اخرى. ما عليك لاله غير تجي عند متجر الصحراوي راه اللهم بارك راه كاع جميع انواع الشاي راه تبارك الله كاينه عنده. شوفوا لي اللهم بارك عاوتاني متجر الصحراوي اشنو داير لكم. مثلا اللي بغى
بحال هكا الباك. دابا حاليا ولينا كنديو بحال هاد الهدايا، انا بالنسبه لي يعني شخصيا كيعجبوني يعني بحال هاد الهدايا، هذا تدي لماك لختك عدوستك الناس اللي غدا عندهم بحال هاد الباك هذا ديال اتاي وتبارك الله. شوفوا لي اللهم بارك. بالنسبه للمحل ديال متجر الصحراوي ندير لكم واحد القضيه، يعني في العوض مثلا الا بغيتي تاخدي يعني كل نوعيه ديال الشاي كتاخديها هكا في الباك، وبالنسبه للثمن ديالهم راه كيبقى لكم ب 120 درهم نص كيلو، يعني كل نص كيلو كيبقى لكم 120 درهم، سواء بغيتي تاخدي المقام الذهبي سواء بغيتي تاخدي اي لاماق وحده اخرى. المهم هذه كفكره يعني زوينه، الناس اللي بغاو ياخذوا بحال هذا الباك هذا يديو كهديه الناس العزاز عليهم. يعني راه حاليا ولينا كنشوفوا بزاف ديال الناس كيستعملوا بحال هاد لي باك هادو، يعني شي حاجه اللي هي راقيه وشي حاجه اللي هي زوينه تديها الناس اللي عزاز عليك. ومني كنقولوا اتاي الصحراوي ما كيحلال لا غير بالصينيه الصحراويه. شوفوا لي تبارك الله هاد البريريد هذا وهاد الكويسات مع هاد السوينيه هذه ومع هاد العمير هذا، حتى هما دار لكم واحد لي برومو اللي هو زوين بمناسبه الافتتاح ديال المحل ديال متجر الصحراوي. وبالنسبه للثمن ديال هاد القعده هادي ديال اتاي يا لالا غير كتفتح بعد النفس، هذه غادي تبقى لكم ب 400 درهم بالبراد بالكيسان بالصينيه ديالها، وكيزيد معاها متجر الصحراوي اللي كنقول ليه الله يعطيك الخير كيزيد معاها 500 غرام ديال اتاي ديال النوعيه الجيده، كيبقى لكم هاد الثمن بهاد الباك كامل كيبقى لكم غير ب 400 درهم. شوفوا لي تبارك الله البريردات هادو، شوفوا السواني يعني كيف ما قلت لكم راه تبارك الله اي حاجه بغيتيها غادي تلقيها عندهم نبيخرات. مهم انا غادي نحاول نضرب لكم واحد النظره شامله على اي حاجه كاينه عندهم، وكيف ما قلت لكم اللي بغات شي حاجه تعمل ليها السكرين وتواصل معاهم في الرقم ديال الهاتف اللي غادي نخلي لكم هنايا دايز على فلا فيديو. كيديروا التوصيل لجميع المدن داخل كازا كيبقى لكم ب 20 درهم، خارج كازا كيبقى لكم غير ب 35 درهم، باش كيبقى لكم لا من طنجه حتى للكويره من طنجه حتى للكويره غيبقى لك اختي غير ب 35 درهم. وغادي ندوزو يا لالا شوفوا لي تبارك الله النيله اللي فيها واحد الباك اللي هو زويول، البنات اللي بغاو يتهلاو في الجسم ديالهم في الوجه ديالهم كنقولك اجي اختي عند متجر الصحراوي اللي تبارك الله. شوفي ليا هاد الباك هاد زويون اللي غادي يخلي لكم بواحد الثمن زوين. شوفوا ليا البنات انا كندوي لكم على النيله الحره، النيله الحره البنات كندوي لكم عليها كيف ما كتشوفوا، هذه النيله ديال الحجره الحره وهذا كريم ديال النيله الزرقاء هذا كيبقى بالحامض، وكاين هذا صابون ديال النيله، هذا راه صابون ديال الجسم هذا الصابون البلدي كيف ما كنقولوا، وهذه كيبقى لك الصابونه حتى هي ديال النيله، وهذه التبريمه ديال النيله. بالنسبه للبنات بغيتكم تسمعوني مزيان، انا ما بغيتكمش نهائيا تفلتوا لي هذا الباك لان هذا الباك هذا زويون بزاف. بالنسبه للبنات هذا الباك كامل ها انتم البنات هذا الباك كامل غادي يبقى لكم بمناسبه الافتتاح غير 99 درهم، باش غادي يبقى لك لالا هاد الباك تبارك الله. البنات اللي بغيتو تهلاو في ريوسكم في الجسم ديالكم في الوجه ديالكم راه غادي يبقى لك غير ب 99 درهم. وغادي نبقاو دائما في لي باك اللي غادي يعطيهم لينا متجر الصحراوي. الناس كيف ما قلت لكم اللي بغات تهلا في راسها اللي بغات تهلا في الوجه ديالها في الجسم ديالها هذا الباك هذا ديال لبن الدكر كيف ما كتشوفوا اللي غادي يخلي لينا متجر الصحراوي بشي حاجه زوينه بواحد الثمن اللي هو رمزي. ها انتم البنات كاين هذا ماسك ديال العلق الصحراوي هذا بالكولاجين الطبيعي هذا كيليق للبشره، وكاين هذا الزيت ديال العلق كيف ما كتشوفوا حتى هو هذا بالكولاجين الطبيعي، كاينه صابونه ديال لبن الذكر العماني كيف ما كتشوفوا، وكاين هذا حلي لي هذا البن تاع انا هذا حتى هو شوفوا لي اللهم بارك شوفوا تبارك الله الحبات ديالو يعني شحال كبيرين. هذا كتشوفوا لي سميتو العلق الصحراوي شوفوا لي تبارك الله البنات شوفوا لي شحال كبير. ها انتم هنا راه كندوي لكم على شي حاجه اللي هي حره. بالنسبه لهذا الباك حتى هو غادي يبقى لكم 199 حتى هو باش غادي يبقى لكم. كاين عاوتاني هذا الباك هذا اللي حتى هو
هاد الباكس هو يعني كيليق لجميع انواع ديال البشره، يعني حتى الناس اللي عندهم بشره حساسه راه كيليق لهم، والناس اللي مستعملين بحال هاد لي برودوي هادي خلوها لنا في التعاليق قولوا لنا بشحال كتاخذوهم وقولوا لنا يعني النتيجه ديالهم. هادو البنات شي حاجه اللي هي طبيعيه ما تخافوش منها نهائيا. الناس اللي عندهم الحساسيه في الوجه ديالهم بالنسبه لهاد الباك هادو كيف ما كتشوفوا، هذا كاين حتى هو كريم كيف ما كتشوفوا ذكر العماني، وكاين معاه هاد الصابونه هادي، وكاين حتى هاد الزيت حتى هو. بالنسبه لهذا غادي يبقى لكم ب 170 درهم باش غادي يبقى لكم. متجر الصحراوي جاب لك لاله، شوفوا ليا الذروه ديال الجمل، شوفوا ليا تبارك الله هذه شحال فيها من غرام؟ 300 غرام. فيها 300 غرام. علاش كتليق هاد الذروه هذه؟ كتليق الحساسيه المفاصل والبواسير. هاكاك يعني كتليق لهذا الشيء كامل. ها هي البنات يعني الذروه ديال الجمل، وانا تنشوف تيستعملوها حتى في وصفات الجميل. وصفات ديال الجميل حتى هما كيستعملوها. بالنسبه لهذه شحال غتبقى لهم؟ 120 درهم. هذه غتبقى لكم ب 120 درهم. وقلت هي كاينه وحده، كاين احجام، كاينه وحده صغيره صغيره ب 40 درهم. 40 درهم. وكاينه هذه بالخليع. هذه بالخليع. ها انتم البنات كيف ما كتشوفوا هذه الذروه بالخليع، 250 غرام. هذه 250 غرام كتبقى ب 100 درهم. وهذه الصغيره هذه غتبقى لكم ب 40 درهم، وهذه غادي تبقى لكم 120 درهم. وشوفوا لي تبارك الله، يعني قلت لكم اي حاجه كتقلبي عليها يعني تبارك الله معروفين الناس ديال الصحراء والبنات الصحراويات. هنا تحيه للناس ديال الصحراء، كنقول لهم تحيه من كازا. هنا شوفوا لي تبارك الله البنات، يعني اي حاجه بغيتوها في لي برودوي كاملين، سواء الكريمات ديال نيلا كيف ما كتشوفوا الكريمه ديال نيلا، عاوتاني الماسك ديال العلك حتى هو كيف ما كتشوفوا العلك الصحراوي. يعني تبارك الله شوفوا لي هنا كاين الصابون، حليب الاتان، تبارك الله شوفوا لي جميع ديال الانواع العلق، اي حاجه اي حاجه البنات كتعلق بالتجميل راه كاينه عنده. هنا كيف ما كنقول لكم راه كلشي تبارك الله طبيعي، شوفوا لي اللهم بارك. وبالنسبه للاثمنه راه نتوما كتشوفوا يعني شي اثمنه راه ناقصه بزاف، يعني اثمنه راه ناقصه. شوفوا لي هنايا هذه التبريمه حتى هي، هذا حتى هو الصابون، هذا الصابون البلدي كيف ما كتشوفوا، هذه حتى هي النيله. يعني هنا كلشي كاين، يعني اي حاجه طاحت عليك في بالك كتعلق بالتجميل شي حاجه اللي هي طبيعيه كتلقاوها عنده. وحتى كيف ما قلت لكم راه داير لي برومو بزاف ديال الحوايج، شوفوا لي تبارك الله يعني الاثمنه اللي هو داير. هنا كاين حتى لي بارفان تبارك الله، كلشي كاين، اي حاجه يعني ديال لي بارفان طاحت لك حتى هي في البال راه كتلقاوها. وكاينين هادو بحال مثلا هادي ديال رغبه كيف ما كتشوفوا، شوفوا لي لي بارفان، يعني كلشي هادو ديال هادو ديال ايترو، يعني كلشي تبارك الله عنده. بالنسبه لهذا كيبقى ديال الرغبه كتبقى ب 130 درهم على ما اعتقد، يعني كلشي كيبقى بهذا الثمن هذا، يعني 130 درهم. كاين عاوتاني كيف ما قلت لكم الناس اللي بغات تزيد الوزن ديالها، واول الناس اللي بغات تزيد شي مناطق معينه، كاين عاوتاني هذا الكريم هذا ديال البودور وكيبي ياك. بالنسبه لهذا البنات كيف ما كتشوفوا هذا ديال التسمين الموضعي، يعني البلاصه اللي بغيتو نتوما، يعني اللي غبغيتو تركزوا عليها نتوما البنات، بحال مثلا الصيغان، بحال التالي كيف ما كتشوفوا المناطق الانثويه يعني بصفه عامه، هادو كيليق لهم هذا الكريم هذا. وعاود كاين هذا الكريم عاوتاني هذا ديال الحلبه بالعنبر، يعني حتى هو كيليق للمناطق الانثويه. بالنسبه لهذا كيبقى 30 درهم هو الثمن ديالو. وبالنسبه لهذا كريم كيبقى ب 60 درهم، كيبقى لكم ب 60 درهم. هادو الناس اللي بغاو يزيدوا في المناطق الانثويه. كاينه عاوتاني هاد كوفيه كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للناس هاد كوفيه هذه كتليق الناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن ديالهم، يعني كتخلطيها مع السفوف وهكا كتاكليها. هذه راه غير الدره البنات، هذه الدره يعني شي حاجه طبيعيه الناس اللي بغات تزيد في الوزن ديالها، يعني كتستعمل هاد كوفيه هذه مع السفوف. بالنسبه لهذه شحال تبقى لهم؟ 25 درهم. فيها كيلو واقيلا، فيها كيلو، يعني غتخلطيها مع السفوف وغتاكليها، يعني الناس اللي بغاو يزيدوا حتى الوزن ديالهم. كاين عاود عاوتاني البخور، يعني جميع انواع ديال البخور راه كاينه عندهم، ها انتوما يعني جميع انواع ديال البخور راها كاينه
وبالنسبه لهذا الثمن ديال هذا البخور هذا يعني كيبقى يعني واحد الثمن اللي هو رمزي ديروا لكم بحال هذا بخور العود يعني تبارك الله. بالنسبه للثمن ديالهم نشوف هذا بالنسبه لهادو راه داير لهم 60 درهم هذا كما كتشوفوا انا غنحلو وغادي نوري لكم يعني من الداخل كيفاش داير. هذا لهم 60 درهم هانتوما يعني شوفوا من الداخل هادو كيبقاو يعني قطع كبيره. وبالنسبه للثمن راهم يعني كيف ما قلت لكم راه دايرين واحد الثمن اللي هو زويون غادي يبقى لكم غير ب 60 درهم. هنا غنسد معكم هاد لا فيديو هذا وكنتمنى ان شاء الله نكونوا خفافين ضرافين على قلوبكم وتكونوا نتوما استفدتوا من هاد الفيديو هذا ومن هاد العروض هذه اللي دايرها متجر الصحراوي. راه كيف ما قلت لكم اي حاجه اللي غتجيبيها من الصحراء ولا من العيون غادي تلقيها في هذا المتجر هذا، لا من الشاي لا من العطور ولا من حتى مواد تجميل وحتى هانتوما البنات حتى لي شوكولا اي حاجه بغيتوها يعني تبارك الله غادي تلقاوها في متجر الصحراوي في العوضه لله. ما غتبقاي توصل ليا الناس باش يجيبوا لك، هانت يا اختي اجي عند متجر الصحراوي ولا اتصلي بهم. راه كيف ما قلت لكم كاين التوصيل لجميع المدن يعني كاع الناس اللي بغات تستافد من هذه العروض هذه ما عليها غير تتصل متجر الصحراوي او تجي عنده المحل هذا راه غادي تلقى ليا تبارك الله اي حاجه جميع انواع ديال الشاي. شوفوا ليا اللهم بارك وما تبخلوش عندنا بواحد لايك واحد بارطاج وتشاركوا في القناه الا كنتوا اول مره غادي تزوروها وهكا باش تكبر العائله ديالنا. وضغطوا لي على زر الجرس باش اي فيديو حطيتو تكوني اختي انت الاولى سبقه لي. هنا كنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم وتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. هنا كيتواجدوا هنا كما كتشوفوا هذا تقاطع ديال دومارس وانوال كاين هنايا هاد الرومبا هذه. المهم على اليمين كتلقاو كارفور وعلى اليسار كتلقاو هاد المدرسه هذه. كاينه واحد الغومبوا لي اونفاس معاها سبيطار ديال لارميطاج. وهنايا البنات هذا هو الشارع ديال الاسكندريه كيف ما كتشوفوا كاين حداه المختبر ديال انوال وصيدليه الاسكندريه كتمشي معها نيشان مع الصف ديال صيدليه الاسكندريه كتلقاي المتجر ديال الصحراوي وكيجي اللور ديالو كيكون دومارس. يعني هنا البنات ما عندكمش نهائيا تخوفوا او انكم تتصلوا بهم باش ينعتوا لكم المحل.